الريكورد السابق او اللي سجل في السابق هو is 200 kilos 200 kilograms are here كم وصلنا the official scales is giving a measurement of 130 it must be completely edible I think we're going to find that out in some time اكون طعمها لذيذ بحيث انك انت تقدر تاكلها ما تكون بس كيك كل عام والوطن بخير بإذن الله خير طيب جاهزين يا جماعة آخر قطعة في الكيكة الأستاذ علي الأستاذ مين عشان تشهد أكبر كيكة في العالم وإن شاء الله تسجل في موسوعة جينيس باسم المملكة العربية السعودية وفي يوم هنا بس انا ايوه بس انا احلف